السلام عليكم، معكم طلال نقار، مستمر معكم بكورس الأخلاق الطبية. معنا أخونا الدكتور باسل طراب، أستاذ الأخلاق الطبية بجامعة بوسطن وجامعة هارفارد. كيفك هنا باسل؟ أهلا وسهلا يا هلا طلال. الله يسلمك يا رب. نحن ما عندنا موضوع نحكيه هي الحلقة صراحة، هي حلقة فقط لنسلم على المشاهدين أو المتابعين ونذكرهم إنه الكورس بعده مستمر. حقيقة هلا صار في عندي مشكلة لوجستية حقيقة اشرحها للزملاء المتابعين، إنه نحن كنا قبل أنا وباسل يعني عندنا نوعا ما وقت فاضي بمرحلة بوقت معين بعد الظهر، فكنا دائما نسجل سوا، فحتى كان يصدر معنا نسجل كل يوم، وربما أحيانا نسجل باليوم جلستين وننشرهم لاحقا بعدين. فغطينا مواضيع عديدة، بس لما صار وقت استضافة الضيوف الزوار، ولحد هلا استضيفنا ضيفين مميزين، دكتور مهند معلم ودكتور مازن خير الله، صار نحن محكومين بشخص ثالث صراحة، فصار الوقت ما عدنا بالحرية اللي كنا فيها سابقا. هلا نحن في ببالنا صراحة، أنا عزمت عدة ضيوف مهمين إن شاء الله، وإن شاء الله حيعجبوكم وحيكون يغنوا الكورس، بس المشكلة إنه مرة ثانية مشكلة الوقت، أوقات اللي الضيوف، ما نحن ما عدنا محكوم، ما عدنا نحن بنصرف بوقت ناس، إنما بنعزم شخص ثالث، فهذا الشيء حياخذ وقت. فمن هلا ورايح الكورس ما حيكون بالسرعه اللي كنا نعمل فيها سابقا، يعني اذا بنقدر نعمل حلقه اسبوعيا بيكون منيح حقيقه، خاصه اذا كان في عندي اجازه، انا مثلا الاسبوع القادم اجازه وباسل يمكن يطلع اجازه. فباسل شو رايك بهالكلام؟ ان شاء الله يعني بنحاول قدر الامكان نضغط حالنا، وبركي بالويك اندات نضغط نسجل حلقتين ثلاثه مثلا اذا بنقدر. إن شاء الله إن شاء الله، بس مثل ما كنا عم نحكي إنه إن شاء الله القادم يعني في استضافة لناس خبراء بمجالهم، وهذا الشيء رح يغني الكورس ويقدم جانب عملي اللي نحن كنا عم نحاول نسعى له ونأسس له بالحكي النظري أو المحاضرات النظرية اللي نحن أو نقاشات نظرية، ما بنسميها محاضرات، نقاشات نظرية اللي نحن خضناها لحد هلا. بس انت شو رايك انك تطلع تعطي فتوى، خليني اقول فتوى اخلاقيه او راي بقضايا ممكن يبعثوا لنا اياها الزملاء بالتعليقات مثلا؟ عندك استعداد لو كان القضيه معروضه بشكل جيد مثلا، او اسئله خليني اقول؟ طبعا هلا انا دائما مستعد اني اجاوب على هيك اشياء. الشيء الوحيد اللي بقوله انه هيك كونسلتيشنز او هيك استشارات عاده بتكون غير كامله، لانه بتكون معلومات جدا قليله. فاذا في شخص عنده موضوع عام ممكن يطرحه، طبعا بيقول انه يا رجاء اذا في مجال انه ضموه للكورس اكيد طبعا انا وياك طبعا ممكن نعمل هذا الشيء. طيب اذا في استشارات عن حالات خاصه فأنا كمان جاهز إني أناقشها وأعطي رأيي بالموضوع، بس بتمنى إنه الشخص يتواصل معنا بشكل مباشر، لأنه في أسئلة أكيد راح تكون خاصة شوي، يفضل إنه ما تنحط على يعني بشيء عام عند الببليك. يعني إذا في أي استشارة خاصة أنا جاهز، بس بدي شوية معلومات أكثر عنها. هلا ولكن كما استشاره خاصه طبعا قصدك فتوى بقضيه معينه، ربما هذا شوي صعب اونلاين حقيقه، لانه في فتوى انت كانك عم تستشير بقضيه طبيه، فشوي انك انت تعطي راي صحيح اخلاقي اونلاين خاصه اذا ما لك حضران وما لك شايف وما عندك القدره تسمع، ربما هذا بيترك لك يا لك انت. بس لو نناقش بالحلقه عندي، بس انا بشرط واحد بطلبه من الزملاء، انه ما يحطوا تعليقاتنا على اليوتيوب. اليوتيوب عام كثير، ومانو ما نو البيئه ما نو محفوظ، هو الكورس هذا موجه للاطباء اساسا مش للعوام حقيقه، وان كان العوام هنا من غير المتخصصين مرحب فيهم يتابعوا ويسمعوا علينا شو بنحكي، بس انا بفضل لو كانت الاسئله او الاستشارات تنحط بالمجموعه الطبيه الخاصه اللي هي انا مجموعتي، ومجموعه مغلقه ما بشوفها غير الاطباء او العاملين بالقطاع الطبي، ربما بيكون عندي اريحيه اكثر بانه ناخذ منهم. اما باليوتيوب صراحه انا ما بطلع، انا بقرا التعليقات بس ما برد عليها ولا بناقش على اليوتيوب حقيقه. نعم نعم أكيد، يعني نحن جاهزين أنه نجاوب على هيك شغلات، على هيك استشارات بكل صدر رحب. طيب اخينا باسل، لحد اللي قدمنا 13 حلقه، فينك تعمل لنا ملخص سريع عن اللي قدمناه، بحيث لو حدا من الزملاء هلا عم يتابع لاول مره يعرف شو قدمنا ويقدر يرجع الحلقات القديمه؟ نعم بالتأكيد نحن حكينا بشكل يعني تقديمي وبشكل مبسط عن شو هو علم الأخلاق الطبية، حكينا عن النظريات الموجودة سواء النظرية الأخلاقية النفعية أو النظرية الواجبة وأعطينا أمثلة عليها، واستشفينا أنه نحن من الصعب تكون دائما نفعي أو دائما واجب، ويفضل عند الإمكان المزج بيناتهم. وأحيانا حتى وأن أنت بتتبع منهج معين فبتلاقي حالك بحالات تانية مضطر تاخذ المنحى الاخر. حكينا كمان عن البرنسبلز اللي هي المبادئ اللي هي احترام ذاتيه المريض، واللي كيف نحن بنشوفه هذا مبدأ أساسي وللأسف مو دائما بيتطبق خاصة بمجتمعنا الشرق أوسطي.
بسوريا، حكينا كمان عن النفع وكيف صعوبة أحيانا تحديد شو هو نفع المريض، أو يعني حط أطر معينة للمنفعة، أو حتى الضرر، مبدأ عدم إزالة الضرر. التحقق. نعم، أو كمان هذا ناقشناه، وناقشنا وتوسعنا فيه كمان، هو اللي توسعنا فيه كمان هو مبدأ العدالة، وكيف إنه العدالة مو دائما تعني المساواة، ولكن في إلها أوجه مختلفة، وفي إلها ربما مع تعرضنا معضلة القطار وقتها، وكان هي نوع من يعني الوجه الآخر لشرح العدالة بشكل ربما مثال خيالي، صحيح؟ نعم صحيح خيالي، ولكن إذا أنت بتسقطوا على أشياء عملية ممكن تواجهنا بشكل يومي كأطباء. كمان حكينا عن توزيع الموارد، وكيف إنه إحنا عندنا الموارد القليلة أحيانا ممكن تسبب لنا مشاكل بتخلينا ناخذ طرق أو حلول نحن عادة ممكن ما ناخذها لما بيكون في عندنا موارد كثيرة. حكينا كمان عن بشكل مبسط كمان، ورح نتوسع فيه أكثر عن نهاية الحياة. حكينا عن الدي إن آر، قبل الدي لمسناه ان مع ار وجود حكينا عن بنود. الاف وورد، صحيح؟ صحيح، حكينا عن الأفورد، حكينا عن الفيوتيليتي اللي هي فيوتايل كير. الفيوتايل كير، وحكينا كيف إنه نحن من الصعب تعريفه وما في إجماع عليه، ولكن هذا شيء موجود سواء هون بالمجتمع الغربي أو بالمجتمع العربي أو المسلم. وحكينا إنه كيف هذا الشيء ممكن يواجهنا بشكل دائم، وإنه مو دائما الفيوتايل كير معناته هو حالات نهاية حياة، ولكن ممكن يكون على علاج بسيط صحيح، ممكن ينطبق عليه هذا الشيء. وجبنا ضيوف كرام ما شاء الله عليهم، أغنوا الحوار بالعناية، أطباء عناية مركزة، وجبنا أيضا بالأطفال بالنكيو، وكان الحديث شيق جدا، وإن شاء الله هي بس بداية لحوارات أخرى رح نستمر فيها. يا سيدي جميل جدا. انا الشيء بتمنى من الزملاء انه يرجعوا للمحاضرات هي ويسمعوها. نحن مره ثانيه عم نحاول قدر الامكان نعملها بشكل حواري بدون جلسات، يعني بدون ما تكون هي سلايدات، وربما يعني ما يكون في ملل شوي فيها. فبتمنى انه يكونوا مستمتعين معنا. انا بعرف في جزء كبير من الزملاء يعني متابعين وعم يستنوا حلقاتنا، فان شاء الله بنوعدهم انه بقدر الإمكان حسب مو وقتنا بالمناسبة، يعني حسب وقت الضيوف، إنه نعمل الحلقات وننشرها، ونحاول قدر الإمكان نعمل حلقة أسبوعيا. وإن شاء الله يا رب، أنا بوعدكم إنه القادم حيكون أجمل إن شاء الله. إن شاء الله. بس طلال، كمان قبل ما ننهي بدي أذكر المستمعين أو المشاهدين إنه المواضيع اللي إحنا عم نطرحها هي بغالبيتها مواضيع خلافية، ومن الصعب جدا حصرها بربع ساعة أو 10 دقائق أو حتى ساعة أو ساعتين. ومشان هيك بدي أرجع أكرر الدعوة اللي أنت دعيتها بالبداية طلال، إنه اللي عنده استفسار أو عنده موضوع حابب نتوسع فيه أو نطرحه رجاء قولوا لنا، إنه يعني صراحة الناس بتدرس هذا الشيء بسنوات، فمن الصعب إنه أنا وطلال نلمه خلال تسجيلات بسيطة وقصيرة. صحيح تماما، نقطتك مهمة. هلا أخي باسل، أنت قضيت سنوات لحتى صرت للشهادة اللي أنت حاصل عليها، ولحتى صرت مدرس لهي المادة. هلا لما أنا بيجي بعطي كورس مثلا عن علاج الغسيل الكلوي مثلا، ما بتوقع اللي عم يسمعني يصير طبيب كلية. لما بعطي كورس سريع مدته يوم أو يومين عن كذا، مو بتوقع أن اللي عمل هذا الكورس حيكون مثل الطبيب اللي درس 4 سنين أو 3 سنين مثلا فيلوشيب أو ريزيدنسي. فهو فعلا مثل هو إضاءة للموضوع، لشخص مضطر يتعامل بهي المواضيع، هو ما له متخصص. الامور العامه بيقدر يمشيها، بس انا واثق لما حتكون في امور خلافيه وصعبه لازم يطلب مشوره الاخصائي اللي هو اخصائي الاخلاق الطبيه بهالحاله هذه. طبعا، وفي شيء ثاني خاصة بالأمور الأخلاقية، نحن هون نتوخى الحذر، إنه أحيانا نحن نحكي رأينا ونكون صريحين فيه، ولكن في أحيان نحن فقط نطرح القضية ونطرح الموجود بهذا العلم بدون ما نمر على رأينا، بدون ما نحكي، وخاصة بالأمور الخلافية جدا. فبتمنى إنه ما يت... إنه يتم تفهم هذا الشيء، إنه مو دائما نحن بنصرح عن رأينا، وهذا الشيء غالبا بيكون مقصود. على سيرة رأينا، في نقطة حابب أختمها أو أذكرها، أنه أحد الزملاء اعترض علينا لما حكينا بحلقة الموت الرحيم. بالمناسبة ما ذكرنا أنه حكينا حلقة الموت الرحيم، أنه اعتبر أنه نحن ما كنا حياديين. أنا أول شيء كورس الأخلاق اللي أنا حاطه مو هو فقط منبر لأني لازم أكون أنا والله بحترم جميع الآراء، لا أبدا. ما إحنا أصلا عم نحكي بقضية أخلاقية مو قضية علمية، يعني لا يمكن اني انا اخذ موقف اخلاقي معين الا ان اكون الطرف النقيض لي هو بوجهة نظري خاطئ. يعني انا بكل صراحه بعترض على الموت الرحيم. انا ما بقول ما لازم اكون حيادي فوق، انا بحترم وجهه النظر الاخرى، لا، مع كل احترامي لوجهات النظر الاخرى بهذه النقطه ما فيني احترمها ابدا ابدا. هلا انا ما عم اقول اني والله يعني
يعني مرة تانية، أنا ما مطلوب مني، بعرف بس عندك رأي ثاني، ما مطلوب مني أن أكون على صف، على خط واحد من جميع الآراء. بالقضايا الأخلاقية إذا أنت أخذت رأي معين، فالرأي المخالف لك هو رأي غير أخلاقي من وجهة نظرك أنت. صحيح. هلا في حالات ممكن تتفهم الرأي الآخر وما توافق عليه، في حالات ممكن أنت تعتبره تماما بشكل قطعي إنه هذا غير أخلاقي، تمام. وهذا الشيء بيرجع لمبادئك أنت، للخلفية اللي أنت ربيان عليها، للعلم اللي أنت حاصل عليه، للحالات والتجربة الحياتية اللي أنت مارر فيها. يعني بالأخلاق الطبية مو دائما 1 + 1 = 2، مثل مو بالطب مو دائما 1 + 1 = 2. ونقطة ثانية، انه احنا بكورسنا هذا ما عم نحاول نشرع لشيء معين ما أنا موجود، احنا عم نوصف الواقع. يعني انا موضوع الموت الرحيم او الموت، الموت اسمه يعني ما في ولا رحيم، يوثنيجيا اصلا هو غير قانوني بمعظم دول العالم. فانا عم اوصف واقع معين، مو انا اللي خلقته ولا انا اللي اخترعته ولا انا قلت للاستراليين لا تشرعوا الموت الرحيم ولا يعني مرة ثانية، لما بدولة معينة، دولة اصلا ما انا متدينة وما عندهم تشريع الموت الرحيم، انا اللي اجبرتهم. الناس ما بدها، الناس لهلا معتبرة انه القتل الفاعل هو غير مقبول ولا يمكن يتقبلوه من طبيب. فمرة ثانية أنا عم أوصف واقع، ماني عم شرع ولاني بمجلس التشريع ولاني عم أقول والله هذا صحيح أو غير صحيح. إحنا ما عم نعرض القضايا الأخلاقية من الصفر، عم نعرض شو الموجود مشان الناس تتوعى، واللي حابب يتوسع يتوسع. أكيد. طيب جميل جدا، إن شاء الله بنتابع مع الزملاء مرة ثانية. هذا الفيديو فقط للسلام، خليني أقول هو تلخيص للي صار، وإن شاء الله يا رب بأقرب فرصة لما الضيف الأول اللي هو عدد ضيوف مميزين حيكون متوافر، حنكون نسجل حلقة ونذيعها مباشرة إن شاء الله. الله. يلا، السلام عليكم. يلا وعليكم السلام. هلا طلع.